أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم صاحبة ومؤسسة الياه ديزاين، الأخت سمية الطاهر. أهلا أخت سمية. أهلا. بداية نشكر تواجدك معنا اليوم، نتمنى تعرفينا المزيد عنك. بداية أحب أبارك لكم بحلول شهر رمضان، عادها الله علينا بالخير والبركات. ثانيا أشكركم على اختياركم لي كضيفة على منصتكم المميزة. معكم سمية الطاهر، صاحبة المحل التجاري الياه. بداية أنسي سمية، ممكن تعرفين المزيد عن بداياتك وفكرة تأسيس الياه؟ اللهم لك الحمد، بديت من المنزل في عام 2010، وكانت من العلامات التجارية الناشئة، وأصبحت رائدة من رواد الأعمال، من أصحاب رواد الأعمال للإمارات. وبديت بدعم من الوالدين، دعم لا متناهي، وبعدين توسعت مثل من المشغل إلى علامة تجارية في أحد المراكز التجارية المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ما شاء الله. أنسة سمية، لو حبينا نحكي عن البرودكتس اللي بتقدميها، شلون بتصنفي البرودكتس اللي عندك؟ كيف تميزتي بتقديمها؟ طبعا أنا اختياري للقطع دائما تكون دقيقة، أختار نوع القطعة، نوع اللون، الاختيارات تكون دائما مش نفس الشيء، الأذواق ما تكون دائما نفس الشيء، فنحن نحاول أن نرضي جميع الأذواق، فنختار القطعة ثم إلى الشغل اليدوي على القطعة. لاحظت عندك عليها. أكثر من اللون، تركزتي بالعبايات على موضوع الألوان، الألوان الغامجة والفاتحة، وعندي قطع مميزة نحن نصنعها. أنسة سمية، ممكن تحكي لنا شو سر النجاح وكيف تميزتي في تقديم خدماتك في ظل المنافسة الشديدة في دولة الإمارات؟ المميز عن باقي الشركات أني أحرص على أني أصل لكذا ذوق، مش ذوق واحد، واليوم ما يطلع عني منتج بلا حرص. أنا اليوم أحرص على أدق التفاصيل الموجودة عندي في المنتج لإرضاء الزبون عندي. ما شاء الله. أنسة سمية، لو حبينا نحكي عن المستقبل، شو الرؤية المستقبلية وشو الخطط المستقبلية؟ هدفي اليوم أنا في الإمارات أطمح أني أكون في الشرق الأوسط وبعدها للعالمية. ما في حد طبعا ما يطمح أنه يوصل للعالمية، وأني أفتح أفرع ثانية غير الفرع اللي في الخوانيج ووك عندي في دبي. إن شاء الله أتمنى لك الأفضل ومزيد من النجاح والتطور. إن شاء الله بإذن الله. أنسة سمية، من خلال خبرتك في مجال ريادة الأعمال، شو نصيحتك لأي حد عنده اهتمام يقدم بزنس أو عمل داخل دولة الإمارات؟ طبعا لا ننسى أن نشكر دولة الأمن والأمان، دولة الإمارات العربية المتحدة، على رأسها سمو الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد. دولة الإمارات صغيرة بعمرها ولكن كبيرة بإنجازاتها. شيوخنا الله يطول عمرهم عززوا دور المرأة أنها تكون شريك مماثل للرجل، وأنا أنصح كل امرأة أن تخطي خطوة الأولى لأي هواية تكون عندها، وتوفيق للجميع إن شاء الله. شكراً أنسة سمية. وأخيراً بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا معك. يتواصلون معي عبر الواتساب، عبر أول شيء طبعاً المحل موجود بالخوانيج ووك في دبي، والتواصل عن طريق الانستغرام والواتساب. شكرا جزيلا أنسة سمية، أتمنى لك الأفضل والمزيد من النجاح. العفو، شكرا على ضيافتكم لي. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.